ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم، يعني يا الله، من ولي من أمر أمتي شيئا، شيء تفيد التقليل، فشق عليهم شيء، أي شيء، قليلا كان أو كثيرا. لذلك نكره هنا، نكره شيئا كثيرا، قال كثيرا أو كبيرا أو صغيرا أو قليلا، فشق عليهم، يعني جلب لهم المشقة وأدخل المشقة عليهم والحرج، فشق عليه، فاشقوق عليه، شقوق عليه يعني دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلط الله عليه المشق والحرج والضيق والعنت. ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، فارفق به. حتى إمام المسجد، قصة معاذ رضي الله عنه دليل. معاذ صلى بقومه فأطال، فانسحب رجل انفرد، ثم اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا في موعظة مثلها. يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ: أفاتن أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. الله أكبر، يعني هذه ولاية صغرى. إمام المسجد يعني لأهل، لجماعة المسجد حق عليه. ولذلك كما قال في حديث، الحديث الآخر، حديث عثمان بن أبي العاص، قال: واقتدي بأضعفهم. تشوف جماعة مسجدك الآن عندك شباب متوسطين وكبار سن، لا تجعل صلاتك من حيث الطول تقيسها على الشباب ولا على المتوسطين، قيسها على كبير السن، كم يتحمل؟ هذا هو العدل. ولذلك هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. كل من شق على رعيته أو مسؤول عنهم، سواء في أمر دنيوي أو أمر ديني، فالله يشق عليه، فاشقوق عليه. كل من رحمهم فالله يرحمه سبحانه وتعالى.